This is never given. سبعمية خمسة وسبعين. بتهزر؟ ما خلصتها واحدة بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة نيفر جيف اب بكراش ريال. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله بإذن الله. وحشتوني جدا، طلعت بس مباشر أول ما التحديث الجديد ظهر وخلصته في أقل من ساعة. كنت مخلص نيفر جيف اب الكبير واحد واثنين والصغير، وحاسس إن أنا بقالي كتير أوي ما بلعبش. والتحديث الجديد بصراحة الصراحة الجديد حلو، فيه هيبقى فيديو قصير من جيمين بلاي ليست. استناني لاخر الفيديو هقول لك ملخص كل حاجه بالنسبه للتحدي صاروخ الغلان الجديد. خليك معانا لحد اخر الفيديو ويلا بينا. عشان نجيب المستويات لبعض محتاج افهم الموضوع الصاروخ ده. احنا الاثنين بنلعبه غلط، ما بيتلعبش على البوابة يا جماعة، ما بيتلعبش على البوابة. خلينا نلعب ما يتويتش من هنا خالص عشان هو بيلعب برضو، بيلعب مازر ويتش. خلينا نلعب الجولدن لاين اكس بوم. فكرة مش صعبة يا صديقي، سلم على الشهداء اللي معاك. شبيه يعني بقى. خلينا ناخد البولج التاني مش مستاهلة. لا بص بقى، هنا حصل الصاروخ لما تلعب دفاعي. طب خلينا نضرب الصاروخ مثلا. اها تهيألي ان انا فهمت حاجة، عايز اجاوبها بس. الصاروخ على حسب القوات بيطلع الحاجة، انا كده فاهم صح؟ تهيألي. بس هو كده كده ايزي جيم، بس انا عايز اجاوبها بالموضوع. طب اخليه يهاجم؟ انا مش عارف، على حسب القوات اللي بيطلع عليه جلوبال. يعني الصاروخ دوت على حسب ما القوات محطوطه. يعني انا عايزه يركب نايت ويتش، انا عايزه يركب كذا حاجه ورا بعض كده وامي عليها الصاروخ. يعني بص اهو نسيبه احنا هو ايه يجمع ال، بصوا This is never given. 775. بتهزر؟ ما خلصتها واحدة بس. يعني تهيألي كده انا فهمت الموضوع خلاص، الدنيا تمام ايزي خالص. عايزين نصور منتج لكم الكلام دوت، ننزله لكم على اليوتيوب برضه كمقطع عشان خاطر الناس اللي ما بتعيدش البث. هي يعني الفكره كده خلاص، ان الصاروخ دوت على قد مجموعه المجموعه اللي موجوده على قدها. الصاروخ هو اللي بيبدا ينشر الملا بتاعه. يعني لو في مجموعه كبيره، يعني استنى مثلا ننزل كارت تاني ولا حاجه واوريكم الموضوع مش ازاي. يعني كده مثلا ده اللي انا فهمته لحد دلوقتي، ان هو هيخلص على دول ويطلع مكانهم جلوبال، صح كده؟ ما مظبوط.
خلاص احنا كده فهمنا الموضوع ماشي ازاي. هو برضو التأثير بتاعه قوي جدا 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 جدا، يعني بيخلص على الميجا نايت، فدي حاجة كويسة ان السيف في حد ذاته هو خلص على الميجا نايت، دي حاجة كويسة. الراجل بيلعب شهر بالظبط تقريبا، ناخد عملاق سكيلتون عشان نحضر للصاروخ، لان هو ايه الدنيا. تمام. سوبر سايكل اوكي، ممكن اخد المقبره كمان بالمره، ناخد البرج يعني بمعنى صح عشان نبقى ضامنين بس الدنيا ماشيه ازاي. بس اوكي خدنا الضرب اللي احنا عايزينه. هلعب الميجا نايت من الناحية التانية خالص، هنعمل نايت ويتش. هو الراجل خرج، متهزرش يا صديقي. لا كنا عايزين نجرب الصاروخ الجديد والدنيا ديت. حول الله، انا خلصت في نيفر جيف اب الكبير ودوت غالبا برضه كده خلاص بخ. ثلاث تيجان الموضوع سهل جدا. قفلت كده خلاص. بس يا سيدي لو وصلت في الفيديو لحد هنا هو دوس لايك سبسكرايب واعمل زي الراجل ده واخبط زر الجرس. ملخص تحدي صاروخ الغيلان الجديد، الصاروخ يا جماعة مش بيضرب البرج، الصاروخ بيضرب بس الكروت. استخدم الصاروخ أكتر في الدفاع، يعني لو ميجا نايت ومعكش حاجة تصده ممكن الصاروخ، لو الحاجات بقى اللي هي مجموعات زي مجموعة البربر، كائنات الميرون، السكيلتون، الكلام ده كله، الصاروخ لما بينزل على حاجه زي كده هوت كل واحد منهم بيتحول لغيلان. يعني مثلا على الميجا نايت هيتحول لغيلان، البيربرز الاثنين هيتحولوا الاثنين، لو نزلته على ثلاث كوت هيتحول لثلاثه، لو نزلته على اربعه هيتحول لاربعه، لو نزلته على خمسه هيتحول لخمسه. دي الخلاصه خالص بتاعت الصاروخ دوت، مش بيأثر على المبنى، بيأثر على الكروت. بس كده هوت. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم علينا كلنا يا رب، وربنا دايما اشوفكم بخير. دعمك ليا هو اللي مخليني استمر في السلسله ديت. بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Good video, very good. I do hope the Blue King loses in this next one though. Subscribe.